الصليب من أنا يا سيدي؟ لولاك يا فادي حياتي من أكون؟ لولاك كنت تائها في ظلمتي، وكان قلبي غارقا تحت الدهون. مرحب فيكم أصدقائي بحلقة جديدة من برنامج لولا الصليب. اليوم الموضوع اللي عم نحكي عنه واضح ومباشر، إنه ما في خلاص بعيد عن الصليب. هذا اللي بتقوله كلمة الله. صليب يسوع المسيح أسيء فهمه كتير من قبل غالبية الناس. ناس شافوا الصليب نقطة ضعف، ويمكن بعض العبارات رح تسمعوني عم كررهم بشكل مستمر لأنه أنا شايفهم كانوا مشكلة عند كتير من الناس، وفعلاً أسيء فهم الصليب. ناس شافوه نقطة ضعف، ناس شافوه وسيلة تعليم، وناس شافوه دعوة لتعذيب النفس. عشان هيك في ناس بيعتبروا أنه الصليب هو إحدى الوسائل اللي بتخلص الناس. يعني ممكن الإنسان يخلص بطرق تانية، فالصليب هو وحدة من هيدا الوسائل. ما في خلاص من المصير الأبدي بحسب كلمة الله، ما في خلاص بعيد عن الصليب. بعرف يمكن يكون كلام مزعج للبعض، تقول لي مينك أنت لحتى تحدد كيف تخلص الناس؟ أنا مش عم حدد، أنا مني واقف هون إلا بس حتى أحكي شو بتقول كلمة الله. اللي عنده مشكلة بالكلام اللي عم أقوله يرجع للإنجيل وروح حسب الله على الكلام اللي قاله. يوم من الأيام كتبت ترنيمة وكنت عم فكر بالصليب، كنت بعدني متعرف على يسوع جديد، كان صار عمري 30 سنة، اسمي مسيحي، بس ما بعرف يسوع صح. بعرفه بحسب القصص اللي بنسمعها، بس ما بعرفه صح. لحد ما تعرفت عليه معرفة حقيقية، يوم اللي تبت وركعت قدامه وقلت له سامحني، صرت أتأمل بالصليب، كتبت هالترنيمة. لولاك يا فادي حياتي من أكون؟